بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير وحلقة خاصة جدا. يا بركة دعاك يا أمة ويا أمهات كل المصريين، بركة دعاء أمهات المصريين بالكامل في مصر كلها، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. اللي حصل النهاردة أقسم بالله إحنا غيرنا الديكور ده، مش عايز اقول لحضراتكم، مرتين او ثلاث مرات من كتر اللي احنا بنشوفه. مره احنا صعدنا، مره احنا بره، مره احنا صعدنا، مره احنا بره. لكن وانا بكلم امي قالت لي يا ابني ان شاء الله ربنا يكرمكم ومنتخب مصر هيصعد. واكيد كل امهات مصر، كل امهات مصر دعت بهذه الدعوه اللي ربنا استجاب لكل امهات مصر وكرمنا وصعدنا للدور ال 16 في كاس الامم الافريقيه. مصر يا جماعه صعدت، مصر على الرغم من تعادل اللي حضراتكم شفتوه مع الراس الاخضر، مصر صعدت الى الدور ال 16، وده معناه كبير جدا جدا بالنسبه لنا. الف مبروك يا مصريين. مش عايز حضراتكم تفكروا، مش عايز حضراتكم تعملوا اي حاجه غير ان احنا عايزين نتبسط النهارده وبعدين نشوف بكره. وكل واحد يروح يبوس على ايد امه، والله بجد كل واحد يروح يبوس على ايد امه كده ويقول لها يا امي ربنا يخليك ليا، وتفضلي تدعي لمصر. ادعوا يا امهات مصر لمصر في اللي احنا فيه ده كله. الحمد لله من وسط الظلام اللي احنا بنشوفه في الرياضه، اديكوا حضراتكم شفتوا بركه دعاء امهات مصر. والله انا بتكلم بجد، انا مش بقول اي كلام، انا بتكلم بجد. بركه الدعاء اللي ادعى النهارده صعدنا للدور ال 16. الف مبروك. هنتكلم فني وهنتكلم في الارقام وهنتكلم في ده كله، ولكن قبل ده كله هو دعاء كل الجماهير المصريه اللي وصلتنا لدور ال 16. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ في واحده من وجهه نظري من أسوأ المرات الدفاعيه لمنتخب مصر. منتخب مصر اللي كان بيتميز دائما دائما بالدفاع، ولكن هذه النسخه في هذه في الثلاث مباريات دول واحده من النسخ السيئه جدا ان لم تكن الأسوأ في الناحيه الدفاعيه. وانا هنا بتكلم عن، وانا اسف بقى ان انا هقول هذا الكلام، انا هنا بتكلم عن معرفه. وانا اللي حصل النهارده يا جماعه في الاهداف اللي دخلت فينا يدرس على الناحيه السلبيه. لما تيجي تشرح لو انت مدير فني لفريق وتيجي تشرح لهم ازاي يخش فيك جون، ازاي تجيب جون، سوري انا اسف، تدور على فرقه زي اللي عملته منتخب مصر النهارده، تدور على اخطاء زي اللي اخطاء دفاعيه، وهي اخطاء دفاعيه مليون في الميه. تخيل حضرتك لو محمد حمدي الباك ليفت او اي اسم ما كانش، كان لازم يعمل حاجه واحده، ملهاش حل، ملهاش حل في الدنيا، لازم اجري جنب اللعيب يا جماعه واحط رجلي، ملهاش حل تاني. انا كنت بلعب في هذا المكان وعارف ايه اللي بيحصل يا جماعه. حرام على اللاعبين المصريين اللي عملوه النهارده من الناحيه الدفاعيه. انا اسف انا منفعل جدا، ولكن والله لولا دعاء كل الامهات مصر وكل المصريين ما كناش وصلنا للي احنا فيه ده. والله العظيم ثلاثه احنا طالعين وحاطين ايدينا على خدنا. خلوني ارحب بس بضيوفنا النهارده احمد ثابت وكريم سعيد. هقول لكم مبروك وهنتكلم في كل حاجه، ولكن والله احنا واحنا طالعين قاعدين عاملين كده. وبعدين الجون دخل بتاع مصطفى محمد قمنا نطين. انا بقول لحضراتكم وصف للمجموعه اللي قاعده كلها، قمنا نطين من على البتاع وقعدنا وحضرنا بعض، فجاه دخل فينا الجون الثاني. قمنا قاعدين كده والله العظيم وقعدنا عاملين كده. فجاه لقيتهم جايين يقولوا لي يا كابتن مبروك. مبروك ازاي يا جماعه؟ قال لك غانا اتعادلت مع موزمبيق 2-2 في الدقيقه 91 والدقيقه 94. قلت لهم يا جماعه بركه دعاء امي وامهات المصريين والله العظيم ثلاثه. ربنا يخلي لنا امهاتنا جميعا، وربنا يرحم كل واحده يعني توفاها الله، ام توفاها الله، لانه النهارده ده يا جماعه والله العظيم ثلاثه. بعد الكلام اللي هتسمعوه من احمد ويقعد يقول لك اصله 20% من هنا و30% من هنا، وكريم يطلع يقول لك لا مش هو ده مش عارف ايه، صح؟ سيبكم من كل الكلام ده، ولكن بركه دعاء امهات مصر واللي حصل النهارده ما يتقالش فيه غير كده. اهلا وسهلا ابو حميد، اهلا وسهلا كريم. ألف مبروك، وكالعادة ودائما كأس الأمم الأفريقية هي الأهم.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه النهارده احنا قررنا نطلع عشان مصر وعشان جمهور النادي الاهلي هو السواد الاعظم من الجماهير المصريه، كل جمهور مصري يعني، هنا ما بنتكلمش على جمهور الاهلي فقط ولكن كل جمهور مصري الحقيقه. الف مبروك مره ثانيه، الف مبروك يا احمد. الله يبارك في حضرتك. مبروك للشعب المصري كله، لحظات صعبة. يعني صعبة خمس جدا، 3-4 يعني. دقايق بالظبط كانوا صعبين جدا. بس بصراحة روي فيتوريا، لا روي فيتوريا مش يعني بصراحة، لا ماشية، هي ماشية معانا بالحظ، أمهات المصريين والله. والله العظيم. لكن روي فيتوريا لا بصراحة ده محتاج وقفة. اللي جابه لازم يعني احنا كل الدعم ليه عشان البطولة مستمرة، لكن اللي جابه بصراحة لا ايه روي فيتوريا يا جماعة، فضل معاند طول البطولة. مروان عطيه ما بيبداش اساسي، ادي مروان افضل لاعب في الملعب، هو وزيزو يعني غريبه جدا. خلينا اقول لحضرتك وامام طبعا، خلينا اقول لكم ارقام مروان عطيه. يا خبر ابيض، في مروان عطيه، كلنا ارقام مروان عطيه. مروان عطيه عمل كام تمريره غلط في الماتش طوال الماتش كله؟ تمريره واحده بس غلط. والله 61. قول مروان عطيه يا جماعه 61 تمريره صحيحه من 62 تمريره، 7 تمريرات طوليه صح من 8. والله بص 4 من 9 بس، انا بس 4 تاكلينج و2 تدخل دفاعي بس. ثانيه واحده، هو مروان عطيه ده مش احنا كنا من اول البطوله بنقول ان لازم يبدا بحمدي فتحي مروان عطيه وامام عاشور؟ ليه العند؟ ليه بلاعب ناس؟ ليه العند ايه ده؟ طلع الدنيا بره التشكيل خالص، مش حاطه على الدكه. ما هو لا ده كان النني هينزل، النني كان هينزل، كان هينزل ده، لا كان حاطه على الدكه. انا كنت شايفه وهو بيتكلم معايا، ما اعرفش موجود على الدكه، موجود في الدكه، موجود على الدكه. لا دلوقتي اختياراته من الاول اصلا، انت النهارده كمان اختياراتك، تعالى بقى عشان نبدا نحاسبك انت في اختياراتك النهارده. معلش مع احترامي احمد حسن كوكا برضو كتغييره انت جربته، مش اللي هو، مش اللي هو التغيير. كهربا كنت ما بتلعبوش خالص، فجاه رحت منزله، وفجاه حاطط ياسر ابراهيم على ياسر ابراهيم على الدكه. ما هو مش حاطط سيستم يا كابتن، مش حاطط ياسر، مش حاطط سيستم، مفيش سيستم معين. فجاه محمد حمدي، فجاه احمد فتوح، احمد فتوح ما يقديش ينزل محمد حمدي، مفيش قوام ثابت للفرقه. وهو ده اللي مخلي اللي حضرتك تفضلت وقلته في الاول ان منتخب مصر عنده مشكله دفاعيه. لا احنا عندنا مشكله، انا بشوف 6 جوان في 3 ماتشات. هذه النسخه هي النسخه الاسوأ دفاعيا في التاريخ. عدت سنه 90 كنا احنا اسوأ نسخه دفاعيه، احنا اتغلبنا. خلي بالك احنا سنه 90 رحنا بالمنتخب الفريق الثاني. كان هاني مصطفى، كان الكابتن هاني مصطفى هو مدير الفني لما كان في الجوله لغايه الدوري، ويقرر ان المنتخب الاول يلعب ماتشات وديه. لكن انت رايح بواحده من افضل النسخ ومن اقوى النسخ لمنتخب مصر الحقيقه يعني. معاك سكواد قوي جدا، معاك امكانيات لعيبه كويسه جدا، حتى لو صلاح مش موجود انت عندك بديل، عندك بودلة ممتازين، بديل واثنين وثلاثه. واختياراتك اللي انت ما اخترتهاش، طب ما انت حسين الشحات لو كان معاك في الدكه النهارده كنت هتقدر. زيزو وحش، خلينا نتكلم في الموجود يعني حسين برضه، بس اختياراته. ما هو انا بتكلم على روي فيتوريا تحديدا، هو السبب في اللي احنا فيه ده كله. روي فيتوريا ان يدخل فيك ست، ما فيش فريق هياخد بطوله يدخل فيه 6 جوان في 3 ماتشات. لا ما ينفعش، مستحيل فريق ياخد بطل يدخل فيه 6 جوان، لازم وقفه، لازم هنا وقفه. انت عارف ان هي دي المشكله يا احمد بالنسبه لي. انه احنا يا جماعه بنتكلم في حاجه تانية خالص، ان احنا بنتكلم صعدنا وكل حاجه، ولكن هل انت هتبقى قاعد مطمن وانت كسبان 1-0 او 2-0 حتى؟ لا طبعا. في المباريات القادمه اللي هي المفروض، اللي هي هنعرف دلوقتي مباريات اصعب كتير من اللي احنا لعبناها. لا ده احنا محظوظين، ده طريقنا سهل، طريقنا سهل، احنا الحظ عمال ماشي معانا. كويس. كريم معلش قبل ما نتكلم، انا برضو لانه دي حاجات لافته. زيزو افضل لاعب من افضل 3 لاعبين او 4 لاعبين في الملعب، هل ينفع يطلع؟ لا مستحيل، ما فهمتوش، والله ما فهمته يعني التغييره دي بالنسبه لي. ما تغير مرموش واتكلمنا بالظبط، لا واتكلمنا عليها الماتش اللي فات وبعديها بدقيقتين غير مرموش. خلي بالك انت بتنزل كهربا او مرموش لما قاعد معاك على الدكه عشان تحط جنب مصطفى محمد وتلعب عرضيات. طب ما هو زيزو اللي بيلعب عرضيات. وحاجه ثانيه يا كابتن، بقى نقطه مهمه قوي، روي فيتوريا بقى له مع مصر اكتر من سنه. صحيح. تمام. السنه دي هو اشتغل فيها فعليا 4 أو 5 شهور، في 6 شهور نظري انت بتتابع. ولو تفتكر في فتره، معلش برضه نقول برضه، لا اتفضل مثلا، انا راجل ماسك موقع يلا كوره، كان يجي لي من الاتحاد صور، والله العظيم يا ثابت، الجهاز الفني للمنتخب يتابع مباراه كذا، والله بجد تبعت ما تلاقيش، والله لا اللي كان بيحصل أوكي. والاتحاد الكوره يجيب لي صوره الجهاز الفني قاعد في الماتش في المقصوره، الجهاز الفني يتابع مباراه في الدوري كذا، اول ما مسك فانت بتقول الله الحلاوه دي الناس بيروحوا الماتشات ما بيجيبش فيديوهات، بيقعد مع المدربين وبيقعد مع المديرين الفنيين. فتبدا انت تفهم ايه، ان هو معاه كل تفصيله عن اللعيبه. السؤال بقى النهارده بعد احنا ما خلصنا الـ3 ماتشات ونتكلم على، وعايز برضه نتكلم على ايجابيات وسلبيات، لان برضه في بعض الايجابيات نتكلم عليها.
النهارده بكل امانه امام عاشور هل ينفع ما يكونش اصلا انا شايفه اساسي مع الفريق من قبل البطوله؟ دي كارثه. ده واضح ان انت اصلا مش عارف صح. امكانيات لعبتك. اول نقطه. طيب النقطه الثانيه، تريزيجيه كاساسي هل اصلا ينفع يقعد على الدكه في غياب محمد صلاح؟ لا لا كمان. انا اسف يعني، لا 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 انا اسف، ما هو معلش، لا انا اسف، بنتكلم كوره بقى، معلش نتكلم كوره. النهارده انت في الملعب النهارده كان تقريبا ده افضل تشكيل ليك ما عدا في وجهه نظري الشخصيه مركزين بس، كنت محتاج تشيل احمد حجازي تحط ياسر ابراهيم وتشيل مرموش من البدايه وتحط تريزيجيه، ده وجهه نظري. محمد حمدي مكان فتحي. نعم مكان فتوح محمد حمدي. انا بشوف يعني 4 4 2 قصدك من البدايه؟ لا 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 بتلعب 4 3 عادي، بتلعب في خط وسط. ما انت النهارده معلش برضه سابق الشوط الاول احنا مغلوبين بس انت احنا كنا احسن. واحنا احسن فريق لعب كاف فيردي، احنا لعبنا كاف فيردي عامل 12 محاوله الشوط، احنا لعبنا كاف فيردي احسن من غانا. بس هقول لك حاجه يا جماعه، هقول لكم حاجه بس، هو انت بقيت امتى وجهه نظري برضو انت بقيت امتى كويس؟ لما تريزيجيه نزل. لا طبعا بص، تريزيجيه ده انا هسيب له سيجمنت اتكلم عنه، او يعني انا عايز اتكلم عن واحد من ارجل وافضل واهم وواحد من اللعيبه. يعني انا كنت بتكلم مع تريزيجيه امبارح قد ايه هو كان، يعني مش عايز اقول لك يعني حاجات كتيره جدا بس مش هقدر اقولها، لكن في النهايه واحد من ارجل اللاعبين اللي انا شفتهم في حياتي اللي زي تريزيجيه ده والله العظيم. يعني لازم نتكلم عنه لوحده، ولكن انا هنا ارجع فني تاني. هنا امتى بقيت كويس وجهه نظري؟ لما لعبت 4-2-3-1. يعني ايه؟ لما حطيت امام بلاي ميكر مع امام مع مروان الاثنين، ونزلت كان زيزو موجود وكان مرموش وكان تريزيجيه وكان مصطفى محمد. ليه؟ لان تريزيجيه بيرجع يقفل مع الثالث معاهم. تريزيجيه عنده القدره ان هو يعمل كده، وبالتالي دي كانت وجهه نظري. واللي انا كنت عايز اقوله دايما ان احنا نلعب امام 4، مصطفى محمد، زيزو على اليمين، مرموش تحت مصطفى محمد شادو سترايكر، وتريزيجيه ناحيه الشمال. دي كانت وجهه نظري من البدايه، وده اللي انا كنت بقوله لكم لو فاكرين من الاول خالص. وتلعب باثنين سواء حمدي بقى ومروان وامام. فانا بشوف ان ده احنا فنيا كان من المفترض، او احنا خلاص بدانا نشوف ان 4-3-3 في ظل عدم تواجد رقم 8 صريح واضح زي عمرو السولية. لو عمرو السولية موجود في هذه النسخه كان فرق كتير جدا. صح، بس وجهه نظري. بس برضه اصلا امام عاشور في الشوط الثاني عمل 2 لونج باس والله العظيم والله بكل امانه ما بنشوفهم غير في اوروبا. نعم ما بنشوفهم غير في اوروبا. صحيح. مش عايز اقول لك امام عاشور الناس متابعاه من المباراه الاخيره. لا امام في حته ثانيه. لا 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 مش ممكن. امام عاشور عامل حاله في خط وسط منتخب مصر والله العظيم. في كوره النهارده لعبها لتريزيجيه، فرصه ضاع اللي هي لعبها لتريزيجيه. مش ممكن يا جماعه، في واحده شوطه مش ممكن جول. مش ممكن بجد. لا غير الشوطه ده عمل واحده الفيجن بتاعته فيها لتريزيجيه، وتريزيجيه لعبها مصطفى محمد اللي هي العرضيه، مصطفى محمد حطها بره. فلا امام عاشور عامل حاله. انا بتكلم على كابتن اسلام تاني المدير الفني 6 شهور أو 7 شهور نظري يا دكتور ثابت. شفت ايه فيهم؟ مين يعني اسف، انا رايح كاس افريقيا يا كابتن اسلام، مش حاطط تشكيل مصر قبل البطوله بشهر؟ ازاي يعني؟ انا مش عارف العناصر. ده بيجرب في البطوله ده بيدخل انا بقول لك ده بيدخل وبيخرج، بيدخل بيخرج كانه مدير فني النادي، كانه بيلعب في الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا. فبالتالي عادي، يا راجل انت عندك 3 ماتشات بس. يعني هو مستقبلك هيتحتم في 3 ماتشات. لو انت اصلا بكل امانه لو انت خرجت من دور المجموعات ما مليون في المية اتحاد الكرة هيمشيك. بقول انا كان المفروض برضه يمشي معاك، بس ما علينا، انا نتكلم في حته يعني نتكلم في النقطه دي بعدين. طيب هنكمل كلامه، ولكن انا عايز برضه احيي حد. نعم. او انا افتكرت حاجه. ايوه والله بجد. مين؟ يعني انا افتكرت حد، ما اعرفش هتبقوا معايا في الكلام ده ولا مش هتبقوا معايا. بتكلم برضه على جمهور الاهلي. فاكرين اطهر الطاهر؟ اه طبعا. اطهر الطاهر عمل ايه؟ جاب الامانه وصلنا خلاص. اه طبعا. هل من الممكن موزمبيق؟ هل من الممكن ممكن طبعا ان نرى ممكن هذا الامر ممكن. خلال الايام القادمه هنشوف جواب احمد وكريم، ولكن بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هل سيكون سيناريو اطهر الطاهر مع النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا بعد خساره كبيره من كام سنه يعني او السنه اللي فاتت؟ والله الواحد نسي، مش هفتكر الحاجات دي، ولكن هل من الممكن ان يكون سيناريو اطهر الطاهر هو سيناريو منتخب مصر مع لاعب الموزمبيق اللي احرز الهدف في الدقيقه 94؟ هجيب لحضراتكم اسمه دلوقتي. هل من الممكن ان نرى هذا السيناريو خصوصا بعد ما انت بتقول لي كمان الطريق اسهل؟ اتفضل. طبعا بالتاكيد ممكن. انا شايف ان الفريق البطل بصفه عامه او اللي ممكن ياخد بطوله ممكن يتدرج في المستوى، مش شرط ان هو يبدا بشكل قوي قوي، يعني ممكن يتدرج في المستوى، وده اللي بيحصل، ده يعني ده ممكن يحصل ان شاء الله مع منتخب مصر. طريق مصر في الدور ال 16 هيبقى تاني مجموعه المغرب. مين هو تاني مجموعه المغرب؟ اللي هو يا الكونغو يا زامبيا. ده في دور ال 16 هنقابل يا الكونغو يا زامبيا، والاقرب طبعا الكونغو. حلو. نيجي بعد كده لدور الثمانية. دور الثمانية هنقابل أول المجموعة اللي هو غينيا الاستوائية، اللي هي النهاردة كانت كاسبة كوت ديفوار. أول المجموعة الأولى اللي هو غينيا الاستوائية. فأنت بالتالي عندك لغاية نص النهائي عندك فرقتين يعتبروا كويسين. غينيا الاستوائية فريق قوي. طبعا كويس. بس يعني أنا شايف أن مصر يعني بمجبرتها تستطيع. لو قدرنا نقفل بعدين نبقى نتكلم في النقطة. بس بشرط يا كابتن إسلام. بشرط تحسين المنظومة الدفاعية لمنتخب مصر. هنتكلم فيها. بشرط أن روي فيتوريا يفوق شوية معانا. لازم البطولة تفوقه. النقطة دي أنا عايز أسأل كابتن إسلام سؤال. هل يا كابتن إسلام بكل أمان وكل صراحة، ساعات في بعض الأحيان لو اللعيبة وجدوا أن المدير الفني وأفكاره ما بتساعدهمش داخل الملعب؟ لا ما بيحصلش. خلص بص هقول لك حاجه، ما بياخدوش قرار ان احنا هنلعب لوحدنا. بتحصل ولكن ممكن في دقيقه دقيقتين ثلاثه، ما بقولش ماتش كامل يعني مش هينفع بعدين. لا 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 خلاص. اليومين دول بتوع الصراحه. اصل الحاجات دي يومين الصراحه اليومين دول. المهم كمل يا كريم. طيب انا عايز اقوله ان هاخد برضه مش جاي لك احكي. ايوه ما يومين الصراحه دول انت مش واخد بالك ولا ايه؟ يومين الصراحه. لا انا ما حصلش ده، ما حصل يعني، ما كنتش هقول كده، هقول حاجه حصلت. احنا ماتش غينيا الاستوائيه قصدي ماتش دور ال 16 احنا بنتكلم الاسبوع الجاي. مع كامل احترام ثابت والله لفيتوريا وسي في ومش سي في، بس الامانه هو الراجل ما جاش معانا بكل امانه، يعني ذاكر ايه ولا ذاكر اي شيء. طيب عارف امكانيات اللعيبه بتاعته؟ لا. عارف التوظيف بتاع اللعيبه؟ لا. التغييرات؟ لا. ده زيزو النهارده اقسم بالله الراجل خارج ده لو برجل واحد بعد عنه عشان ما يسلمش. يعني والله لولا حبه البلد. برافو عليه العظيم. هايل زيزو. ما عملش مشكله. لا ما عملش مشكله، بس هو عمل ايه زيزو وهو خارج؟ تغييره مش ممكن يعني ببساطه، تغييره غريبه. حتى هو عمال يقول ايه يا جماعه ده؟ لا وانت كمان المفروض في الماتش اللي فات انت شفت الناس عماله تقول لك يعني مش هو برضه الجهاز الفني معاه محللين اداء. ببساطه انا هقول لك انت عايز تلعب في اخر الماتش وعايز تجيب هدف، فهتلاعب مهاجم صريح جاي مصطفى محمد، سيب زيزو عشان هو يلعب الكروسات. صحيح. موضوع الف ب مش محتاج كيمياء ولا فيزياء ولا حاجه. الولد النهارده عين هو بيخرجه راح باعد عنه عشان ما يسلمش عليه، بس راح ده رايح على الدكه وسلم على الزمايل. واضح جدا يا كابتن اسلام ان روي فيتوريا غير متمالك لزمام الامور في المنتخب، ما عندوش اي فكره عن امكانيات ازاي يوظف اللعب، حتى التغييرات ما عندوش بلان بي، حتى غريبه جدا. ما عندوش اي خطه بديله لما الدنيا بتزنق معاه. احنا بس شايفين الراجل عمال يعرق بكل متوتر جدا على الخط، حتى ما عندوش الاحساس انه يدي للعيبه ثقه وقت ما بنقع. لا هو متوتر جدا، متوتر لاقصى درجه. فاحنا شغالين بايه؟ زي ما سبت قال كده، احنا شغالين بالمجهودات الفرديه. وعشان كده انا بشوف ده منتخب مش نادي، منتخب فيه خبرات كتيره جدا بكل امانه. لعيبه المنتخب لازم يجوا في وقت كده لما يلاقوا الدنيا هتبدا تزنق. يا جماعه احنا اللاعبين الكبار لازم يبقى لهم دور في مثل هذا التوقيت يا كريم. برشلونه مره عملوها والله. برشلونه في فتره من الفترات كان معانا مدرب ارجنتيني كده جابوه مره كده في موسم. يقول لك كان معانا. ماشي كمل عشان مصر كسبانه النهارده خلاص، او مصر صعدت النهارده فخلاص. فبوسكيتس بيتكلم قال لك وقت لقينا ميسي جاي وبيقول لنا يا جماعه بصوا بقى سيبكم بقى من الراجل ده، قالوا ايه احنا هنبدا نتصرف لوحدنا. ففي ساعات بعض الاحيان انت محتاج ان انت تعتمد على مهاراتك الفرديه. بكل امانه فعلا احنا لغايه دلوقتي لما نيجي هنحلل اداء المنتخب والله منظر الجدول يا كابتن اسلام صعب قوي، صعب قوي بكل امانه. 7 نقط كاب فيردي، مصر 3 نقط، غانا نقطتين، وموزمبيق نقطه. حاجه بصراحه يعني حاجه او نقطتين كمان موزمبيق.
حاجه حاجه بصراحه صعبه جدا ان احنا في مجموعه زي بالشكل ده نطلع. بص المنظر لا ده مش منتخب مصر بصراحه. عيب عيب والله عيب عظيم. ان ده يبقى شكلنا وعيب ان احنا يخش فينا 6 أهداف عشان تصبح النسخه دي اسوأ نسخه في تاريخ منتخب مصر دفاعيا في تاريخ كاس امم. صحيح وبلا اي فوز يا كريم وبلا اي فوز حتى الان لكن في الاخر صعد. الحمد لله في الاخر انت صعدت. البرتغال على فكره عملتها. نعم البرتغال في 2016 تقريبا ما فازتش ولا مباراه في دول المجموعات. صحيح وخدوا خدت البطوله خدوا اللقب. نتمنى ان يكون البرتغال ونتمنى ان يكون سيناريو اطهر الطاهر. نتمنى رينالدو اللي هو بتاع اتلتيكو مدريد اللي هو الباك الشمال هو اللي جاب هدف التعادل موزمبيق. في بتاع موزمبيق بتاع موزمبيق اطهر الطاهر. رينالدو 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 اطهر الطاهر نسميه بين قوسين اطهر الطاهر. اغلى لعيب في موزمبيق واغلى لعيب في موزمبيق وجاب جول. الحقيقه انا مثل هذه المنتخبات الحقيقه ومثل هذه الاهداف بتخليني اعرف يعني ايه حلاوه كره القدم. الخمس دقائق اللي احنا كنا كلنا باصين لبعض فيهم دول وبعدين قمنا حضنا بعض وبعدين كنا هنهز البتاعه دي ونرميها فاهم بعد ما دخل فينا الجون وقعدنا نخبط في كنتوا هتكسروا لنا الشاشه. نحسب احسن توالد ولسه كنا هنقعد نحسب. لا ما كنتش هتحسب النهارده ما كنتش هتعرف نقعد نستنى بقى هنقعد نستنى اليومين اللي جايين. وفجاه تلاقي نفسك مبسوط فرحان بتعيط من الفرحه ومهما كانت الامور. فرينالدو ده يستحق الحقيقه او منتخب موزمبيق بالكامل الحقيقه يستحق كل التحيه وكل التقدير مهما كانت الظروف مهما كانت. هذه هي حلاوه كره القدم وهذه هي حلاوه الاخلاق في كره القدم. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تصريحات كابتن منتخب مصر أحمد حجازي: نشعر بحزن شديد بسبب نتائجنا في دور المجموعات. الفريق يشعر بأن هناك تقصير في شيء ما ونسعى لتصحيح ذلك. لا نقدم الأداء المطلوب سوى عندما نكون في موقف صعب ويجب أن نصحح ذلك لأن المرحلة المقبلة أصعب. يجب أن نتحسن في الكثير من الأمور ولا يهم طريقة الصعود ولكن رد الفعل فيما هو قادم. على المستوى الشخصي أنا حزين جدا ويجب أن نتحسن ذهنيا ونفسيا وبدنيا. تصريحات مهمة جدا لنجم منتخبنا الوطني ونجم نادي اتحاد جدة كابتن أحمد حجازي. يعني هل تشعر بشيء ما يا كريم؟ أنا عايز الجملة مهمة قوي هو قالها بصراحة لازم نقف عندها كتير. فضل. جملة ان احنا ما بنقدمش المستوى المطلوب مننا الا بنتحط في موقف صعب. الجمله دي يا كابتن اسلام لما تطلع من كابتن الفريق يعني او فايس كابتن الفريق طالما ان محمد صلاح مش موجود لما تطلع من قائد من قادات الفريق نعرف ان هو واضح جدا جدا ان في كارثه في التكتيك الخاص بالفريق ككل. واضح جدا ان حجازي بيقول اللي احنا كنا بنقول قبل الفاصل ان اللعيبه تلعب على المستوى الفردي. احنا بنلعب فرديات احنا بنضغط وبنتحط في موقف صعب فاحنا بنحل حلول فرديه. ده بصراحه ترجمتي لتصريحات كابتن الفريق يعني وانا او مع يعني طبعا حجازي اتكلم حلو قوي بس انا ما زلت مؤمن تماما ان حجازي من احد مشاكل الفريق في دور المجموعات ويجب ان يتم يعني تطوير الحته دي. يعني لازم ياسر يخش جنب عبد المنعم. الموضوع منتهي في الحته دي بالنسبه لي. ايضا احد نجوم هذا اللقاء ان لم يكن النجم الاول في هذا اللقاء والنجم الاول في 3 مباريات بعيدا عن المباراه الاولى في المباراتين الثانيه والثالثه هو النجم محمود حسن تريزيجيه. تريزيجيه واحد من افضل وارجل واهم اللاعبين اللي موجودين في منتخب مصر خلال الفتره الاخيره. يمكن هو طلع قبل المنتخب او قبل سفر المنتخب الى ساحل العاج وقال ان هو يعني من اللعيبه اللي ما بتاخدش حقها. لا تريزيجيه انت في قلوب كل المصريين وكل المصريين بيحبوك وكل المصريين بيدوك حقك وزياده لانك دائما ما تستحق ودائما ما تكون عند حسن الظن. تريزيجيه هو الافضل في هذه الفتره. تريزيجيه هو نجم منتخبنا الوطني زي بقيه اللاعبين ولكن اللي بيعمله تريزيجيه الحقيقه كلام مهم جدا جدا. ايضا قال تريزيجيه في تصريحاته النهارده: الحمد لله سعيد جدا بالتاهل الى الدور القادم قبل قدومنا الى هنا وعدت عائلتي باننا سنعود بلقب افريقيا الى مصر
وسنفعل ذلك إن شاء الله. أنا أثق في كلمة تريزيجيه ومتأكد تماما أن هذا الرجل عندما يوعد لا يخلف وعده. أرقام تريزيجيه بقى نجيب الصورة بتاع ليه تريزيجيه أخذ رجل المباراة النهاردة. تريزيجيه لعب 45 دقيقة، نجيب الصورة بتاعت رجل المباراة لأنه لعب 45 دقيقة، سجل هدف وصنع هدف. يعني الهدفين اللي بتوع منتخب مصر، هو طبعا سجل هدف وصنع هدف في 45 دقيقة، لمس الكورة 28 مرة، دقة تمريراته 100%، 15 تمريرة صح من 15، صنع فرصتين، عرضيتين، عمل أربع محاولات على المرمى منهم اثنين صح بنسبة دقة 50%. برضو تريزيجيه قدم أداء كويس جدا ويستحق بصراحة رجل المباراة، أداء ممتاز. مروان عطية برضو أرقامه، لا قبل تريزيجيه بس، تريزيجيه ده الهدفه الثالث في تاريخ مشاركاته في كأس الأمم. كان هدف الأول قدام زيمبابوي 2019، هدفه الثاني قدام المغرب 2021، وهدفه الثالث النهارده مشاركة رقم 20 بالزبط. في تاريخه في كأس الأمم الأفريقية كان عنده 17 ولعب 3، بقى عنده 20 مشاركة. مروان عطية هو أكتر لاعب عمل تمريرات صحيحة في الماتش، 61 تمريرة. اكتر لعيب عمل تاكلينج برضو في الماتش كان مروان عطيه، فدي بالنسبه عمل 4 تاكلينج صحيح. عندك مصطفى محمد، يبقى كده النجوم، احنا بنتكلم على نجوم المباراه تريزيجيه، مروان عطيه قدامنا على الصوره، الثالث كمان مصطفى محمد. مصطفى محمد النهارده اصبح اول لاعب يسجل في 3 مباريات لمصر بدور المجموعات في بطوله كاس الامم الافريقيه منذ الكابتن حسام حسن في عام 2000، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2000. يبقى اتكلمنا على تريزيجيه، على مروان عطية، على مصطفى محمد. بالنسبة للأرقام برضو وزيزو برضو لو عندك وزيزو هنقول أرقامه، بس في نقطة سلبية برضو إن دي للمرة الأولى منذ عام 1990 مصر بتستقبل 6 أهداف في 3 مباريات. نخش على أحمد سيد زيزو، ما حققش مكسب زيزو. إمام عاشور برضو أرقام، بالنسبة لأرقام زيزو، زيزو لعب 74 دقيقة، عمل 3 محاولات على المرمى، لمس الكرة 49 مرة. زيزو كان ليه رقم مميز ان هو اكتر لعيب صنع فرص، صنع 4 فرص في المباراة. زيزو عمل 7 عرضيات، كسب 4 التحامات من 7 وحصل على خطأ. فاذا زي ما قلنا ان مروان عطية اكتر لاعب عمل تمريرات صحيحة، زيزو هو اكتر لاعب صنع فرص. نخش بقى على المبدع في وسط الملعب، امام عاشور. اتفضل امام عاشور، ومعانا برضو ليه حالات لو نجهزها. عمل لمس الكرة 77 مرة، تمريرات امام الصحيحه 45 تمريره من 54 بنسبه دقه 83%. طيب خلينا نروح لكوت ديفوار والسفير شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار. سيد سفير، يعني الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك كابتن اسلام، مبروك لمصر، مبروك لكل الجماهير المصريه اللي تابعت المباراه الصعبه دي. لا مباراة صعبة، ومش المباراة بس اللي صعبة، احنا قعدنا، انا ما اعرفش، انا شخصيا قعدنا 3 دقايق هنا في الاستوديو، مش عايز اقول لحضرتك الدنيا بالنسبة لك، مرة نحط ايدينا على خدنا، متخيل والله، ومرة بنشد متخيل في شعرنا، ومرة هنكسر البتاع، يعني في ثانية كل حاجة بتتغير. متخيل. لا يعني كانت مباراة عصيبة، والمجموعة كلها كانت عصيبة من اول ما ابتدينا، يعني اتمنى ان اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله وما تبقاش في الصعوبة دي، لكن الحمد لله الحمد لله. سيد سفير، كان رد فعلك وكنت عامل ازاي في لما دخلنا الجون الثاني وبعدين اتعادلنا وبعدين عرفت ان احنا صعدنا؟ بالظبط، يعني هو حضرتك طبعا، يعني احنا بعد الجون الثاني يعني كلنا تخيلنا بقى ان خلاص يعني ان شاء الله هنقفل ورا وخلاص، لكن للاسف يعني دخل الجون ده، يعني طبعا بعدين بقى فوجئنا بان الناس بتقول 2-2 هناك، وان الماتش هناك خلص كمان، يعني فالحمد لله يعني الامور كانت ابتدت تبقى يعني خلاص. ايه اللي حصل يا سيد سفير؟ ايه اللي حصل وانتوا قاعدين كده؟ ايه اللي حصل؟ لا يعني زي ما حضرتك عارف، بص هو احنا كنا مركزين الحقيقه، معظم الجماهير كانت مركزه في المباراه بتاعت مصر النهارده، وما كناش بنتابع قوي المباراه الثانيه، خصوصا ان كانت النتيجه 2-0 هناك. بالظبط، ما حدش بص هناك. 2-0 قلنا خلاص مركزين مع المباراه، ولما الجون كمان الثاني جه الحمد لله بتاعنا، قلنا يعني خلاص. الحمد لله حتى بعد ما الحكم فيه يعني حاله كده ما كناش عارفين ان هتتحسب ولا لا، ولكن الحمد لله يعني اتحسبت، ولكن فوجئنا بقى بان النتيجه هناك ابتدت تتغير. فحتى لما الجون الثاني جه بتاع الكاب فيردي، الحمد لله يعني قلنا خلاص كده، يعني لو انتهت على كده يبقى كتر خير الدنيا زي ما بنقول. فالحمد لله تاهل بشق الانفس زي ما بيقولوا، الفريق المفروض هينتقل بقى ان شاء الله باذن الله. انا منتظر دلوقتي الجهاز الاداري عشان نشوف بقى الترتيبات ان شاء الله هياخدوها
للانتقال الى مدينه سان بيدرو، وهي بالمناسبه برضو مدينه ساحليه وايضا فيها رطوبه، ولكن زي ما حضرتك شفت النهارده متهيألي الحاله البدنيه ابتدت تتحسن شويه، يعني في يعني الكيرف بيرتفع زي ما بنقول، لان واضح ان اللعيبه ابتدت تتاقلم على الجو والاجواء دي، وخصوصا ان اللعب برضو حضرتك شايف ان اللعب في الليل بيفرق جامد، يعني امبارح الفريق المغربي كان بيعاني من الحراره المرتفعه. صحيح. وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا في المباراه القادمه ان شاء الله. طيب الايام القادمه وكيفيه الانتقال الى سان بيدرو، يعني هل بكره هيسافروا المباراه كمان ثلاث ايام او اربع ايام؟ ما اعتقدش. ما اعتقدش ان بكره ان شاء الله، يعني اتخيل يعني يمكن في يوم بعد بكره او بعد كمان. أوكي. هنشوف النهارده حضرتك، هنشوف النهارده مع الجهاز الاداري، وبعدين برضو هنعمل احنا ننسق مع بعض الجماهير ان شاء الله للسفر الى هناك، عشان يبقى في مؤازره جماهيريه للفريق المصري باذن الله ان شاء الله في مدينه سان بيدرو. الحقيقه مجهود سيادتك باين جدا يا فندم في وجود عدد كبير من الجماهير، كل ما بتيجي الكاميرا على الوشوش المصريه بنبقى عارفين طبعا ان هذه هي الوشوش او هذه الوجوه وجوه مصريه يعني. والله الجماهير هنا بتؤازر الفريق بكل قوه الحقيقه يعني. الجالية عاملة شغل كويس زي ما بنقول، ربنا يوفقهم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. نتمنى التوفيق فيما هو قادم للفريق المصري باذن الله. طيب محمد صلاح هيسافر النهارده صحيح بعد المباراه اللي احنا عارفينه او على حسب بيان اتحاد الكوره، امتى هيسافر يا فندم؟ انا الحقيقه يعني عارفيني حضرتك، انا فعلا مش ما عنديش معلومات لهذا الموضوع. اوكي. لا مش عايز اقول لحضرتك انا حضرتك عارف. لا خالص. لا يعني هو اعتقد يا اما النهارده يا اما بكره ان شاء الله الصبح، بس انا مش مؤكد، مش عايز اقول حاجه تطلع مش مظبوطه يعني. ولكن ان شاء الله باذن الله بقى خلاص احنا يعني زي ما بنقول حضرتك الفريق الحمد لله هو يعني النهارده ربنا وفقنا الحمد لله، هنفكر بقى في المرحله القادمه ان شاء الله، ونتمنى ان يبقى الامور اسهل ان شاء الله باذن الله. اعتقد ايضا السفاره هتكون موجوده للتعاون مع الفريق في سان بيدرو، يعني اكيد يعني ده اللي انا فاهمه. اكيد 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 يا فندم، في اي مكان دايما حضراتكم بتبقوا موجودين. لا اكيد طبعا، لازم ان شاء الله باذن الله هتتاحل الظروف ان انا باذن الله اكون موجود، وايضا بعض زملائي ان شاء الله لو في اي حاجه نقدر نقدمها هناك نساعد المنتخب هيشرفنا، وايضا الجاليه اللي هتكون في مؤازره الفريق ان شاء الله. انا بشكر سيادتك جدا يا فندم على وجودك معانا، سياده السفير شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار، وجدا ورائع جدا للسفاره المصريه دائما كالعاده الحقيقه، كل السفارات المصريه في كل بلاد العالم الدبلوماسيه المصريه متمثله في هذه السفارات عامله شغل جامد جدا. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برضو هناك بعض الحالات الفنيه اللي انت كنت عايز تتكلم عنها يا احمد. لو الصور جاهزه، بس في رقم يا شباب. في رقم لمحمد هاني الناس ممكن ما تحسش بيه. محمد هاني على فكره واحده من المباريات الجيده جدا اللي عملها محمد هاني النهارده الحقيقه، عشان برضو ندي له حقه لان ما اتكلمناش على هاني خالص. هاني يا جماعه اكتر لعيب صنع فرص، 6 فرص، يليه احمد سيد زيزو 4 فرص. هاني اكتر لعيب عمل عرضيات، صحيح، 8 عرضيات، يليه احمد سيد زيزو 7 عرضيات. فهاني بس كان برضو من ضمن الارقام اللي كنا لازم نقولها لهاني. لو معانا حالات، لو نبدا نستعرض حالات هنا، كانت طريقه الضغط كريم في الاول اللي هي بص هنا كان يعني نوعا ما، هنا امام عاشور المشكله في الشوط الاول اللي انا شايفها ان حمدي فتحي تحديدا ما كانش دوره واضح في الملعب، فكنت بتحس ان انت بتلعب ناقص واحد، مش عشان حمدي وحش، لا عشان مفيش ادوار محدده لحمدي فتحي في الشوط الاول. هنا مروان هنا امام عاشور، هنا الطريقه اتحولت لكام؟ 4-2-3-1، بوجود امام عاشور في حاله الضغط بيروح يضغط على لعيب الارتكاز، والاثنين اللي بيبقوا ورا مين؟ مروان عطيه وحمدي، واللي على الاطراف زيزو ومرموش. المشكله في الشوط الاول تحديدا ان حمدي فتحي كانت ادواره مش واضحه خالص، عشان كده لما كابتن اسلام قال ان الشوط الثاني الاداء اتحسن،
فعلا لما لعبنا 4-2-2 2 اللي هي 4-2-4 يعني بلعبنا باتنين ارتكاز بس، لما خرج حمدي فتحي ولعبنا بمروان عطيه وامام عاشور الشكل اتحسن والاداء اتحسن، ونزل واحد زي تريزيجيه اداك نفس وروح وسرعات عمل لك تحول بشكل احسن. هات الصوره اللي بعدها، هنا نفس الشكل برضو 4-2-3-1 في حاله ايه؟ في الحاله الدفاعيه امام عاشور هو اللي بيضغط على لعيب الارتكاز وبيبقى 2. كمل برضو نفس الشكل، هي واضحه جدا 4-2-3-1 بتواجد ايه؟ امام عاشور كصانع العاب في الحاله الدفاعيه هو اللي بيضغط بياخد اللعيب الارتكاز بيبقى راس مثلث. يعني هو المفروض على الورق ان 3 جنب بعض، لا امام عاشور هو اللي راس المثلث. كمل هنا برضو، هنا منتخب مصر في الحاله الدفاعيه، هنا بقى ال 4-3-3 يعني امام عاشور لما كان بيضغط قدام، هنا لما بنضغط في وسط الملعب بتبقى الثلاثه هم المثلث واضح، مروان عطيه على يمينه حمدي فتحي وعلى شماله امام عاشور. كمل. بس رغم كده كنت ده افضل اداء لينا يعني النهارده، احنا ادائنا في الشوطين كل امان افضل من المباراتين اللي فاتوا حقيقي. يعني خط الوسط بتاعنا حتى النهارده مثلا الشوط الاول عشان تواجد مروان عطيه صح، لان مروان عطيه قد محمد النني 10 مرات 100 مره مثلا، مع احترامي طبعا للنني، بس مروان عطيه حاليا مستوى الفني اعلى لعيب وسط في مصر. يعني النني ما بيلعبش مع ارسنال، مروان عطيه لا ما يقعدش احتياطي لحد في مصر، بس شوف مثلا الرقم ده من الشوط الاول. الشوط الاول المحاولات على المرمى الشوط الاول بس 12 محاولة مقابل محاولتين بس الموزمبيق جابوا منها هدف اللي هي في وقت بدل انا اسف كفر موزمبيق يفضل بصراحة معانا طبعا بيني وبينك اي حد هيقول موزمبيق مش هننسالهم الجميل ده بصراحة هنفتح له الباب اتفضل الجميل ده مش هننساه بصراحة طاهر قرايب قطر الطاهر بقول لك اي حد هيقول لك يا جماعة موزمبيق افتح الباب اتفضل ويعمل لك كوباية شاي وكل حاجة. الشوط الأول حارس كاب فيردي عمل ثلاث تصديات لثلاث هجمات خطرة لمنتخب مصر، ده بيبقى بيعرفك ان احنا فعلا الشوط ده احنا لعبناه ان هو ده التشكيل ده صح. الافضل صح. بس بكل امانه انا اشوف تريزيجيه ما يقعدش ابدا بيه، ما هو تريزيجيه ما يقعدش. طب هو شاف زيزو ناحيه اليمين ومرموش. طب معلش يا جماعه بما اننا بنتكلم عن تريزيجيه وهو الافضل والاهم في هذه المباراه، ولكن ما هو انا لعبت تريزيجيه في الماتش الاول، هو ممكن يكون بيفكر كده. انا لعبت تريزيجيه انا هنا ما بدافعش، ولكن ايوه صح انا باخد الرأي انا التاني. مع تريزيجيه يلعب صح لكن انا باخد الراي الثاني. تريزيجيه لعبته الماتش الشوط المباراه الاولى من اولها لغايه لما طلع ما عملش 5% من اللي عمله في الماتش اللي فات اللي نزل فيه شوط او اقل، والماتش ده اللي نزل فيه شوط عشان ما كانش في وسط ملعب. احنا اصلا الماتش الاولاني ما جيناش، اهو ده منطق في الرد. برافو عليك، ده منطق في الرد. وفي حاجه ثانيه ده يخليك تسكت اتفضل، في حاجه ثانيه او يخلينا نسكت ان نص الملعب او اللي بيقول هذا الكلام يسكت. نص الكوره هي طالعه اصلا من خط الدفاع يا كابتن اسلام. نص الملعب في فريق تشكيله فيه محمد صلاح بيخلي الملعب مايل للجبهه اليمنى. يعني خلينا نتكلم بصراحه، اللاعب طالع من الكوره من نص الملعب عينه هو نفسه ذهنيا اول حد بيدور عليه محمد صلاح. بص اللعبه دي انا جايبها، اللعبه دي مهمه قوي دي اللي تبين لك ان روي فيتوريا اصلا مش عارف اللعيبه. هقول لك ليه. مين احسن واحد في مصر بيلعب في راسه في الضربات الثابته مدافعين؟ يعني مدافع عمنا. تخيل ان محمد عبد المنعم مش موجود هنا في الضربه الثابته دي. امال ايه؟ مش موجود، واقف ورا. وقال له ايه؟ قال له اقف يعني. ايوه في الضربات الركنيه، لكن الضربات الثابته ازاي؟ الضربات الثابته الضربه الثابته محمد عبد المنعم مش متواجد، بس واضح ان تعليمات ما دام بيطلع في الركنيات. ما ينفعش واحد يبقى عندك واحد وحشة في واحد يبقى عنده محمد عبد المنعم في الضربه الثابته وما يتهاتها. بس معلش تاني، ازاي محمد عبد المنعم في ضربه ثابته ما يتقدمش؟ ليه ما تديلوش تعليمات؟ هات الباكين ورجع ورا. ايوه صح، ورجع. لكن محمد عبد المنعم وحجازي ومصطفى محمد وحمدي فتحي لازم الاربعه يكونوا في منطقه الجزاء. احسن اربعه في مصر بيلعبوا براسهم، محمد عبد المنعم، احمد حجازي، صح، حمدي فتحي، مصطفى محمد. ده دليل ايه؟ دليل ما تعرفش هل الراجل مهزوز على الخط، هل الراجل مثلا مش عارف الامكانيات. هو انا متاكد ان هو مش عارف امكانيات اللعيبه بنسبه 100%، بدليل ان اللي بيحصل في البطوله شويه مروان عطيه، شويه مصطفى فتحي، شويه زيزو، شويه تريزيجيه، شويه لا عارف الاساسي قوي يعني. اللي بيبدا المباراه تمام، اقدر اكون غيرت تفكيري، ولكن انا مصطفى اسمه ياسر ابراهيم انا حاطه بره المجموعه خالص، اجي احطه النهارده في هذه المباراه احتياطي وكهرب؟ يعني ايه اللي عمله؟ خلينا بقى اتكلم منطقي. اللي عمله علي جبر في الماتشين اللي فاتوا هو لاعب
بره عشان يخليه يطلع بره ويدخل ياسر. اكيد في ضغط اعلامي او في ضغط من حد. طيب في هل التمرين مثلا ممكن؟ انا متاكد ياسر ابراهيم لا مش تمرين، هو ضغط لكن اعلامي. لكن يعني هو يا جماعه طب ضغط اعلامي يبقى المباراه السابقه ايه اللي هيحصل في 24 ساعه يا كابتن؟ ايه اللي هيحصل على رايك؟ ايه اللي هيحصل؟ ما هو الضغط الاعلامي اقول لك روحه قويه جدا هتحصل. احنا كاعلام وكميديا هنعرف صحيح. لو حاجه جامده طبعا مليون في المية الخبر هيطلع. هي اعتقد تغيير في الفلسفه عموما. خلينا نطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. وما تنسوش هنتكلم عن النادي الاهلي برضو، لانه النهارده معسكر النادي الاهلي وسط مطالبات حضراتكم بان احنا نعرف كل حاجه عن معسكر النادي الاهلي. هكلمكم عن معسكر النادي الاهلي وايه اللي بيحصل هناك، ولكن بعد هذا الفاصل. هناخد نفسنا شويه من منتخب مصر الحقيقه، لانه قدامنا اسبوع اعتقد على المباراه القادمه صح، يوم الاحد. يوم الاحد بس في حاجه بس اقولها طبعا. اخيره، عارف راتب روي فيتوريا كام مع منتخب مصر؟ 220 200000 يورو. 200000 يورو في الشهر بتاع الراس الاخضر. 2.5000 يورو في الشهر. 2500 يورو يعني. 2500 يورو، والثاني 200000 يورو. انت شوف الفرق، وتعادلوا 2-2 يعني، شوف الفرق. وده متصدر المجموعة كمان بجد؟ 2500 والله. 2500 لا مش 2500 يعني، اعتقد ان كان اقل واحد هو جلال القادري اللي هو لا ده في الاول خالص. ده مش من الناس اللي محطوطه في الجدول، ده من اللي تحت خالص. ده من اللي تحت خالص. 2500 يورو مرتب شهري، لكن مدرب منتخب مصر 200000 يورو شهري روي فيتوريا. والمشكله روي فيتوريا فيه حاجه، مشكله في عقده على فكره، ان هو موقع لغايه شهر 1 اغسطس 2026. فانت حتى لو كنت مشيته، لو مصر النهارده لا قدر الله كانت خرجت وكنت مشيته، كنت لازم مطالب ان انت تدي له باقي عقده. عارف باقي عقده ده كام؟ 6 مليون يورو. ليه؟ لان باقي في عقده لغايه 1/8/2026 30 شهر. لا ما هو اكيد بسرعه. اعتقد ان اصابه الشناوي مفيش شرط جزائي. لا نعم اصابه الشناوي مال تصريح. اتفضل. اصابه محمد الشناوي في الكتف، ده تصريح على لسان دكتور محمد ابو العيلة. محمد ابو العيلة طبيب المنتخب المصري، وتحديد مده الغياب بعد اجراء الاشعه. لا حول الله. التصريح يشير بشكل واضح الى غياب محمد الشناوي عن يعني اعتقد ممكن ان شاء الله تبقى يعني المباراه اللي الخلع ولا نعم الاصابه في الكتف. الاصابه لا الاصابه محمد الشناوي في كتفه. يبقى اذا خلينا ننتظر احسن. يعني ما يعني خلينا ننتظر الافضل، بس بنسبه كبيره صعب يلحق الماتش الجاي. الله اعلم، يمكن تكون كدمه ولا حاجه كريم، محدش عارف. خلينا ننتظر نتيجه الاشعه والبيان الرسمي اللي هيطلع من اتحاد كره القدم فيما يخص اصابه محمد الشناوي، وخلينا لا نستبق الاحداث. انا بحاول الحقيقه وانا قاعد على الواتساب ان انا ابعت للزملاء والاصدقاء هناك ان هم يقولوا لنا ايه الاخبار، ولكن يعني هنطمن اول باول وهنطمن من الشناوي برضو ان شاء الله. يعني نحاول نعرف ايه اللي بيحصل، ولكن خلينا ننتظر ولا نستبق الاحداث لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل مع منتخب مصر. كل التوفيق لمنتخبنا خلال الفتره اللي جايه. اي حاجه احنا بنقولها من كتر بس اللي كان جوانا، لان احنا قعدنا 90 دقيقه كلنا الحقيقه. 90 دقيقه كانت صعبه جدا بالنسبه لنا ويمكن اكتر، لغايه لما ربنا كرمنا. وتخيلوا حضراتكم لو رينالدينهم لم يكن او لم يحرز هدف المباراه التعادل في موزمبيق مع غانا، يعني كان ايه اللي حصل؟ كنا زماننا قاعدين بنعمل ايه دلوقتي؟ لكن زي ما قلت لحضراتكم، بركه دعاء امهات مصر الحقيقه اللي احنا فيه ده، بركه دعاء امهات مصر. مبروك لمنتخب مصر برضو مهما كانت الامور طبعا. مهما كانت الظروف طبعا. والحاله حلوه يا كابتن. نعم الحاله اللي عند الجماهير كلها ان هي الالتفاف حول المنتخب، واللحظات صعبه طبعا، وقعدنا نروح ونيجي. بس بكل امانه احساس يعني الشعور ده انا ما حسيتوش بقالنا يعني سنين بصراحه. ان شاء الله ناخد البطوله ان شاء الله. لا باذن الله. والنهارده يعني كابتن اسلام يعني شبهها بحاله اطهر الطاهر مع الاهلي، وهي برضو شبيهه بالبرتغال 2016. فباذن الله باذن الله بس نصلح الاخطاء اللي ماشيه، زي ما صلح مروان عطيه، زي ما دخل مروان عطيه في التشكيل. فيتوريا يكلم كولر يساله يقول له ايه اللي حصل بعد على فكره ماشي بلاش دي عشان ما. طيب عموما نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا القومي. من يومين يا جماعه انا نزلت على بوست كده على الصفحات عندي. أيوة. وعلى الناس بتسال فالناس بتسال انتوا عارفين مين؟ عارفين اللي قلته؟ انا ما اعرفش. تعرفوش مين؟ انا ما اعرفش.
ما تعرفش؟ لا. مين ضيف البيت؟ مين ضيف البيت الكبير في قناه الاهلي؟ صعبه. عارف يا احمد؟ عارف لو قلت؟ ما اقدرش اقول. احمد ثابت وكريم عارفين من اول يوم. صعبه. عرفوا منين؟ ما اعرفش، مع ان انا كنت مركز ومقفل أول الدنيا دي. من اول دقيقه لقيتهم بيكلموني بيقولوا يا كابتن والله حلقه حلوه شفناها شفتوها فين؟ عموما عايزين تعرفوا مين هو ضيف البيت الكبير يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 10 بالليل. ضيف مهم جدا ولاول مره على شاشه او على شاشه القنوات التلفزيونيه كلها، على شاشه قناه النادي الاهلي هيكون ضيفنا هو من فلسطين الحره الى فخر الامه. من قلب غزه الابيه نتحدث اليكم. الفلسطيني وسام ابو علي يرتدي قميص نادي القرن، صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا. جمهور الأهلي جمهور مختلف تماماً عن اللي انت شفته في حياتك كلها. جمهور نادي الأهلي كمان كتير كتير بحب فلسطين. القضية ممكن عملت شغل جامد جداً. خلصت. كيف وصل وسام أبو علي أن يكون لاعب في النادي الأهلي؟ أول ما قلت أنا نادي الأهلي قال لي يعني أهلي أهلي. أنا عارف إن أنت بتحب حاجتين في حياتك، الكرة وحاجة تانية. أول ما شفت الفيديوهات هاي أمي بلشت تبكي. هولندا وإنجلترا وتسيب كل ده وتيجي مصر. نادي الأهلي نادي كبير. كل اللي سمعتوه وشفتوه عن وسام أبو علي حاجة، واللي هتشوفوه في هذه الحلقة حاجة تانية خالص. انتظروا حلقة خاصة جدا من البيت الكبير مع نجم الأهلي الجديد وسام أبو علي. استنوني في قناة نادي الأهلي. مع الكابتن إسلام الشاطر. وسام أبو علي ضيفاً على البيت الكبير إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. كثير من جماهير النادي الأهلي توقعت هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون لقاء. أنا الحقيقة ما كلمتش فيه في الكرة كتير، لأنه كان الأهم أن احنا نعرفكم على وسام أبو علي من خلال وجوده على شاشة قناة النادي الأهلي. إن شاء الله تتعرفوا عليه أكتر وتعرفوا إيه هواياته، إيه حبه، بيحب إيه، ما بيحبش إيه، عايز يعمل إيه للنادي الأهلي. حوار كان فيه كلام كتير جدا وكلام مهم جدا جدا يخص وسام أبو علي. إن شاء الله يوم الأربعاء الساعة 10 بالليل هكون مع حضراتكم. هقول شوية تقديمة ويكون معانا بعدها وسام أبو علي في حلقة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. بما أننا بقى بنتكلم على النادي الأهلي، عايزين تعرفوا إيه اللي بيحصل في الإمارات؟ طبعا. نعرف برضو ونطمن جمهور النادي الأهلي. وبالمناسبة بكرة الساعة 3 ظهرا أو من الساعة 2 هيبقى في الاستوديو التحليلي لمباراة النادي الأهلي الودية الأولى في الإمارات. الحقيقة مجهودات كبيرة جدا خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا عشان نحاول على قد ما نقدر، ان احنا جالنا برضو مطالبات كثيرة من جماهير النادي الأهلي طلبتنا بوجود القناة او بوجود المباراة على شاشة القناة. الحمد لله قدرنا نتوصل اتفاق وهنذيع لحضراتكم مباراة الأهلي بكرة على شاشة قناة النادي الأهلي. مباراة الأهلي الودية هتبقى في تمام الساعة الثالثة، المباراة ستقام في تمام الساعة الثالثة. قبل المباراة بساعة على الهواء مباشرة مع النجم كابتن أسامة حسني اللي هيكون مع حضراتكم في الاستوديو التحليلي لهذه المباراة. على قد ما بنقدر بنحاول كل اللي جمهور النادي الأهلي عايزه بنحاول نعمله لهم على قد ما بنقدر. والله صدقوني في حاجات بتبقى مش في إيدينا، ولكن في حاجات اللي بيبقى في إيدينا بنحاول نعمله. بشكر الجميع الحقيقة اللي ساهم أن تكون هذه المباراة على شاشة قناة النادي الأهلي. بكرة استنوا كابتن أسامة حسني الساعة 2 الظهر قبل المباراة بساعة، من الساعة 2 يكون معاكم كابتن أسامة حسني ومباراة الأهلي الودية الأولى في معسكره. نعم؟ نادي الأخدود السعودي. مباراة الأهلي 12 على الدوري السعودي. نعم؟ ده ال 12 ترتيبه ال 12 على الدوري السعودي. هو بص يعني هنبقى نتكلم في هذا الامر في موضوع تاني بكره ان شاء الله نبقى نتكلم فيه اكتر، لكن ان شاء الله بكره الساعه 2 ظهرا الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي والاخدود السعودي. خلينا نذهب الى زميلنا فاروق صلاح من معسكر الامارات ونعرف كل تفاصيل ما حدث اليوم وايه اللي بيحصل النهارده طوال النهار. فاروق ازيك يا حبيبي؟ اتفضل.
برحب بيك كابتننا الكبير كابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من الامارات. ثالث ايام معسكر فريق النادي الاهلي النهارده كابتن اسلام، النادي الاهلي اختتم تدريباته يعني استعدادا للمباراه الاولى، المباراه الوديه اللي هيخوضها النادي الاهلي غدا ان شاء الله في تمام الساعه 5 بتوقيت الامارات، 3 بتوقيت القاهره، المباراه اللي هتكون امام فريق الاخدود السعودي. اختتم الفريق النهارده تدريباته على ملعب نادي الحمريه، واحد من الملاعب المميزه جدا. وخليني اقول لك يا كابتن اسلام، على مدار اليومين الماضيين سواء يوم السبت او الاحد، ان الفريق خاض تدريباته على ملعب نادي شرطه عجمان نظرا طبعا لضيق مساحه الملعب وابعاد الملعب. فضل مستر كولر انه يغير الملعب، محتاج ملعب تكون مساحته اوسع، فبالتالي تم تغيير ملعب تدريب النادي الاهلي الى ملعب الحمريه اللي خاض عليه تدريبه الاول اليوم، وخلاص تم الاستقرار ان ده اللي هيكون الملعب اللي هيستكمل النادي الاهلي عليه تدريباته خلال فتره المعسكر. غلب النهارده على التدريب بالارتفاع الروحي المعنوي والحماس اللي عند اللاعبين طبعا لوجود الكابتن محمود الخطيب اللي النهارده تواجد في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ويعني كان متواجد مع بعثة فريق النادي الاهلي، حضر تدريب الفريق اليوم، اتكلم مع اللعيبه، ادى رسائل مهمه جدا للعيبه، رفع من روح المعنويه بالنسبه للعيبه الناشئين المتواجدين معانا في هنا في معسكر فريق النادي الاهلي. وزي ما قلنا كابتن اسلام، يعني الدور الكبير جدا لكباتن النادي الاهلي واوضه اللبس في النادي الاهلي، يعني ممثله في الكباتن كابتن رامي ربيعه، الكابتن عمرو السوليه، طاهر محمد طاهر، اكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد مجدي قفشه، دورهم انهم يسهلوا الامور على اللعيبه الناشئين، ما تحسش ان في لعيب من الناشئين يعني الامور بالنسبه له يعني هيب الموقف، خلاص اللعيبه بقت محطوطه تحت اعين مستر كولر، الوقت اللي يحتاج لعيب فيهم هيكون موجود معاه في الفتره القادمه. الامور دي وتوقيت المعسكر زي ما قلنا واتكلمنا ان هو ادى فتره افاده كبيره جدا للاعب زي اسامه ابو علي، فتره تعاقد النادي الاهلي يكون بدايته في معسكر بيدخله في الاجواء، الروح اللي احنا بنشوفها بقى من اللعيبه في النادي الاهلي اللي دايما بناكد عليها، في مشاهد كده كابتن اسامه ما تشوفهاش غير في النادي الاهلي، يعني في عندك ثنائيات كده ودويتو دايما تلاقيه في المعسكر في المباراه، كريم فؤاد واكرم توفيق، في مشاهد كده معتاده بيسهلوا امور كتير جدا مع اللاعبين، عاملين روح كبيره جدا ما بين اللعيبه، يعني رامي ربيعه وعمرو السوليه تلاقي جلسات مع اللعيبه، اللعيبه الناشئين في ثنائيات مهمه عاملين روح كويسه جدا ما بين اللاعبين هنا في المعسكر. خلينا نقول لك التدريب النهارده مستر كولر في كلامه في يعني في تعليماته للاعبين عايز يعود اللعيبه الناشئين على اسلوب اللعب والمساحه الواسعه، في بعض الجمل الفنيه بيطالب اللعيبه انهم ينفذوها. طبعا زي ما قلنا ان المباراه غدا امام فريق الاخدود السعودي، خليني اقول لك بعض التفاصيل الخاصه بهذه المباراه. زي ما قلنا ان المباراه هتكون في 5 بتوقيت الامارات، 3 بتوقيت القاهره، هيكون طبعا فتح ابواب الاستاد للجمهور في تمام الساعه 3 عصرا توقيت الإمارات. تم تحديد أسعار التذاكر، هتكون التذاكر يعني الدرجة الأولى ب70 درهم، الدرجة الثانية ب50 درهم، مصريين كتير جدا جايين من كل مكان. المباراة طبعا بأكد أنها تقام في ملعب أو استاد اتحاد كلباء اللي بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي بساعة وساعة وربع، جماهير كتير جدا جاية من أبو ظبي، جاية من دبي، جاية من الفجيرة، من الشارقة، من كل مكان، عاملين يعني روح مهمة جدا تواجد واسم وقيمة النادي الأهلي. وإحنا موجودين في مكان التدريب الجميع بيتكلم على تتويج النادي الأهلي بجائزة جلوب سكر كأفضل نادي في الشرق الأوسط. بعض الاخوه الاماراتيين يقول لك هو مين يكون غير النادي الاهلي هو يعني يكون افضل نادي في الشرق الاوسط. كتير منهم كان بيتابع مباراه الاهلي واتحاد جده السعودي في كاس العالم للانديه، اشادوا بمستوى النادي الاهلي، اشادوا ب يعني الروح اللي ظهر عليها النادي الاهلي. عايز اكد على حاجات مهمه جدا يا كابتن اسلام، ان في امور هنا حضرتك عارف يعني في يعني كتيبه عمل على مدار ال 24 ساعه، في جنود، احنا دايما بنتكلم على اللعيبه بنتكلم على الجهاز الفني، لكن في جنود مهمه جدا لازم يعني نقول الدور الكبير جدا اللي هم قايمين بيه في بعثه فريق النادي الاهلي. طبعا عايز اقول كابتننا الكبير والتاريخ الكابتن سمير عدلي مع الجانب الاداري الكابتن ماهر عبد العزيز، كابتن محمد اسامه قايمين بدور كبير جدا طبعا مع الكابتن خالد بيبو، مش عايز انسى عم حارس ولا عايز انسى سامح ولا انسى مصطفى اللي
أيمين أيضا وأسامة أيمين بدور كبير جدا في تجهيز كافة الأمور للاعبين. دايما بنتكلم على اللاعبين زي ما قلت والجهاز الفني، لكن في ناس هنا يعني على مدار 24 ساعة متواجدين بينسقوا وبينظموا كل حاجة خاصة ببعثة الفريق للنادي الأهلي. دايما من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بنحاول نديهم حقهم. بعيد تاني بقرر على عم حارس وأسامة وسامح وسالم، المجموعة اللي قايمين بدور مهم جدا. المستر كولر بيفرض خلاص إطار رسمي على المباريات الودية، نفس اللعيبة نفس الأسلوب. غدا إن شاء الله هيكون يوم اعتيادي أكنك راح تلعب مباراة سواء في بطولة إفريقيا أو في بطولة الدوري. طبعا هيكون في محاضرة فنية إن شاء الله يعني الساعة 1:30 بتوقيت الإمارات قبل التوجه طبعا لملعب المباراة، اللي هيكون التحرك الساعة 2 ظهرا، التحرك إلى ملعب اتحاد الكلباء اللي هيستضيف أولى اللقاءات الودية لفريق النادي الأهلي، اللي إن شاء الله تكون يعني أوجه الإفادة لمستر كولر من هذه المباراة. خليني أكد لك على بعض الأمور الخاصة الاستفادة للمستر كولر من هذا المعسكر. في لعيبة بتظهر بشكل مميز جدا، في لعيبة تقدر تقول يعني خلاص يعني أسامة وعلي اندمج شوية مع لعبة النادي الأهلي، دخل في الأجواء. أنتوني موديست خلاص روح معنوية مختلفة، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد، طاهر، عمرو السلائية، رامي ربيعة، لعيبة مهمة جدا بتظهر بشكل مميز، كريم فؤاد وأكرم توفيق والعناصر، حسين الشحات، المجموعة اللعيبة الأساسية، إلى جانب طبعا مجموعة اللعيبة الناشئين اللي زي ما قلنا إن مستر كولر خلاص بيضع عينه على مجموعة من اللاعبين بيظهروا بشكل مميز جدا. نتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي في أولى المباريات الودية. طبعا يا كابتن إسلام كل اللي يهمنا طبعا في المباريات الودية إن شاء الله إن الفريق يخرج خالي من الإصابات بإذن الله، نستكمل معسكرنا بدون أي إصابات. ويعني تقدر تقول على الجانب الآخر بقى يعني اللي احنا بنتكلم على الاصابات، دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي والفريق العمل اللي ايضا موجود معاه في معسكر النادي الاهلي على مدار ال 24 ساعه، عارف طبعا في جلسات للاعبين، في جلسات تدليج، في امور كتير جدا بتتم للاعبين. دكتور احمد جاب الله مع التنسيق طبعا مع الدكتور مصطفى والدكتور احمد عبد الغفار، المجموعه قايمين بدور مهم جدا ومميز جدا. طمنا برده من خلاله على لعيبه اللي سواء رضا سليم، اللي خليني زي ما ناكد ونحسم انه ان شاء الله رضا سليم، احمد نبيل كوكا، احمد عبد القادر، محمود متولي هيكونوا جاهزين ان شاء الله للمشاركه مع النادي الاهلي في مباراه شباب بولوزداد بعد عوده النادي الاهلي ان شاء الله من معسكر. من هذا المعسكر هيشاركوا في اجزاء من التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. تقدر تقول احنا يعني اطمننا من خلاله على مجموعه هؤلاء اللاعبين المصابين. ان شاء الله بكره يكون يوم يعني يوم الفريق النادي الاهلي واولى المباريات الوديه، النادي الاهلي يظهر بشكل مميز جدا، اللعيبه تظهر بشكل مميز جدا، تكون بروفه قويه جدا لمستر كولر واللاعبين يستفيد منها مستر كولر خلال هذه الفتره، ثم نستكمل معسكرنا باذن الله. دي كل التفاصيل وكل الكواليس الخاصة بمعسكر فريق النادي الأهلي هنا في الإمارات وبالتحديد إمارة عجمان. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن إسلام الشاطر. شكرا جزيلا الزميل فاروق صلاح. أحمد وكريم هسألكم وسريعا جدا رأيكم في هذا المعسكر في ظل هذه الأجواء يعني التحفيزية للمنتخب، وعلى الجانب الآخر الحمد لله الأمور ماشية بشكل جيد جدا مع النادي الأهلي في هذا المعسكر حتى الآن من كل اللي بيعمله الحقيقة زملائنا في البعثة الإعلامية المسافرة، عاملين شغل رائع جدا وبيوضحوا لنا كل حاجة. تأكيد معسكر محترم جدا، كان مهم جدا للنادي الأهلي أنه يعمل معسكر في حاجة زي كده في الإمارات، هتلعب ماتشات قدام مع فرق قوية كمان زي الوحدود السعودي ال 12 او ال 11 على الدوري السعودي، برضو ان انت معاك لعيبه من الشباب جايبهم حوالي 11 او 12 لاعب عشان تكمل بيهم القايمه مع اللعيبه اللي هي موجوده، مع لعيب زي مودست، مع المهاجم وسام ابو علي عايز لسه نشوفهم بكره في الوديات، فتجهيز اللعيبه دي لان احنا داخلين على معمعه ماتشات بعد كاس الامم سواء من دوري ابطال افريقيا سواء من دوري سواء من كاس مصر، فتجهيز اللعيبه كان مهم جدا في المباراه دي، وحاجه بصراحه تحترم من النادي الاهلي ان هو خلص الصفقات بدري، يعتبر عمل صفقتين في البدري بدري وجهزهم وجابهم، برضو مع عوده كريستو في المعسكر اعتقد ان هي هتفرق كتير، تعتبر صفقه مهمه جدا مع عوده رضا سليم، كل الحاجات دي ان شاء الله هتبقى فايده وبنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يستفاد من المعسكر ده. كريم انا جبت اسلام مش هضيف كتير على الكلام قاله ثابت، وبالتالي طبعا بشيب بالمعسكر، بس عايز انهي كلمتي في الحلقه النهارده بس ب تويتة كتبها صديقنا الصحفي الكيني الدراين على امام عاشور. اتفضل. صحفي اهلاوي بعيد كيني اهلاوي والله ابدا اهلاوي والله ابدا يا عم لا يا عم والله ابدا لا يا راجل بص كتب عشان صاحبنا اللي بيحركوه من بص بالله عليك بص بص كتب لا بجد والله تويتة جميل انا هقولها بالانجلش انا ما اعرفش قبل ما انت تقول يعني والله انا لسه هو كاتبها من حوالي 40 دقيقة. اتفضل.
شيرت 8 فور ايجيبت ريمبر هيم. امام عاشور بيقول اللاعب اللي لابس قميص رقم 8 افتكروه اسمه امام عاشور. فور مي هي از باي فار ذا بيست بلاير ات دي اي اف سي او ان، اللي هو بالنسبه له هو بيقول بالنسبه له هو افضل لعيب في البطوله كاس امم افريقيا لغايه دلوقتي. ا تكنيكال وندر هيز سكيل سيت ليفل اوف كونفيدنس انفلوينس اون ذا جيم بلاي ميكينج اتريبيوتس فيجن اند تاتش. او ماي جاد، بيتكلم على رؤيه امام عاشور في الملعب، تكتيك الفني، الثقه بتاعته في اللعب، رؤيته، تاثيره على الفريق ككل. طبعا بيقول حاجه صعبه جدا انت متخيلها من تطلع من لاعب في افريقيا، وورلد كلاس تالنت، افريكا تالنت از باك. بيقول ان امام عاشور موهبه عالميه وان مواهب افريقيا بدا يشوفها من جديد في امام عاشور. امام عاشور مش هضيف حاجه تاني. ده واحد صحفي كيني ما عندوش فكره اهلاوي. امام عاشور لو كم لو ان شاء الله باذن واحد احد منتخب مصر كم عارف انت اداله كم من 10؟ لا لا انت ترجمتها انجليزي الاول ده اولا صح من انجليزي يعني العربي ده اولا عشان بس الناس يعني في يعني انا واحد ما يعني بنشوف هتحصل ايه. لكن خليني اقول لك انه مش عايز والله يا جماعه اصل صاحبنا هيطلع يقول لك ايه لا يا جماعه دول بصوا بيهزروا بيضحكوا بيعملوا بيقولوا كلام من البتاع. والله يا كابتن اسلام الترند مهم والله، بس في نقطه مهمه جدا ان والله بجد التحليل الفني والكلام في الكوره ده انت هنا بتبخس حق ناس صح وللاسف يعني برافو عليك دينيا ده حرام عليك، ما ينفعش عشان النهارده هنعمل فيديوهات وخصوصا كمان انت كنت لاعب كوره واكيد لما كان حد بينتقدك ساعتها حتى لو بهزار الهزار اللي الهزار اللي كلنا بنحب نهزر والهزار اللي وقته، بس امانه الهزار لما بيزيد عن حده في الشغل بيبقى امر سخيف بيسخف خلاص حقيقي وامانه دلوقتي احنا ناسف يعني لاعب منتخب مصر امام عاشور بصوا النهارده الناس بره بيتكلموا عليه ازاي، وانا بقول هو والله يا كابتن اسلام لو مصر ان شاء الله باذن واحد احب باذن واحد المنتخب كمل في البطوله دي يا ثابت ان شاء الله امام عاشور هينافس بقوه على لقب افضل لاعب في البطوله، بس طبعا بتطلب للمنافسه على اللقب ده ان منتخب بلادك يبقى نص نهائي او نهائي او يخش التشكيل المثالي حتى على الاقل تقدير التشكيل المثالي توصل سيمي فاينل ان هو مش هيقدر النهارده ياخد التشكيل المثالي او ياخد اللعيبه اللي بتنافس على افضل لاعب من منتخب مثلا مروان عطيه برضو لما خلي بالك مروان عطيه ده هيبقى نقطه زي ما مروان عطيه قبل كده كان نقطه تحول مع النادي الاهلي في الكلين شيت لو تفتكر صحيح لما مارسيل كولر وظفه سته بس لمسه امام بصراحه يعني خلي بالك دايما اللعيب اللي عنده اسيست هجومي بيبقى دايما بيتشاف طبعًا عن طبعًا اللي بيدافع طبعًا اللي بيهاجم دايما بيتشاف عن اللي بيدافع فانا بصراحه حبيت بس نقول التويته دي ده حق امام عاشور. عموما انا الحقيقه اذا كان هناك من يستحق الشكر فانا بشكر الحقيقه بدايه من محمد هاني مروان عطيه انا بشوف من ورا لقدام الحقيقه ومروان عطيه امام عاشور احمد سيد زيزو مصطفى محمد عمر مرموش وفي النهايه ما اقدرش انسى تريزيجيه الحقيقه وهذا او هو قبل كل دول الحقيقه تريزيجيه وهذا الدور الرائع الحقيقه سواء من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الفنيه. شكرا جزيلا لكل رجال مصر على المباراه النهارده، زعلنا شويه ولكن في النهايه فرحنا واتبسطنا وان شاء الله احنا في ظهركم حتى نهايه هذه البطوله وان شاء الله منتخب مصر يستطيع ان يحصد هذه البطوله بالحاجات اللي قلناها. يا جماعه محتاجين من الناحيه الدفاعيه الامور تبقى اقوى شويه، الدنيا تبقى واقفه على رجليها شويه. النهارده برضو في وسط التصريحات كان تصريح كنت بدور عليه دلوقتي حالا لعمر مرموش فيما معناه يعني كان بيتكلم عن اننا بيقول ان محمد صلاح هو نجم مصر وهو النجم الافضل لمصر وهو اللي بيشيلنا الفتره اللي فاتت فاحنا اللي هنشيله الفتره دي، عشان كده كلنا كان نفسنا نطلع تيشرت محمد صلاح وده اذا كان مصطفى محمد عمل كده فهو كل منتخب مصر كان عايز يعمل كده، وبالتالي قال احنا على قلب رجل واحد واحنا في ظهركم واحنا واقفين معاكم واقفين مع محمد واقفين مع منتخب مصر قبل محمد وقبل تريزيجيه وقبل مرموش، احنا كلنا كمصريين واقفين مع منتخب مصر وانا اتمنى لكم الفوز خلال الفتره اللي جايه، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه. وزي ما قلت لحضراتكم النهارده عرفنا ايه اللي بيحصل في معسكر النادي الاهلي في الإمارات وهسيب حضراتكم الآن مع حوار مع أحد نجوم النادي الأهلي وأحد كباتن النادي الأهلي كابتن رامي ربيعة اللي قال كلام مهم جدا مع زميلنا فاروق صلاح. هسيب حضراتكم مع هذا اللقاء الكبير والجميل الحقيقة اللي عمله لنا زميلنا فاروق صلاح مع كابتن رامي ربيعة
وبعد هذا اللقاء أشوف حضراتكم على خير، وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير. شكرا جزيلا لحضراتكم. أنا شكرتك يا أحمد. شكرا. بشكرك عادي، عشان النهاردة اليوم كان بالنسبة لنا مهم جدا، فأنا بشكرك. شكرا جزيلا يا أحمد على وجودك معنا. شكرا جزيلا يا كريم على وجودكم معنا النهاردة. هسيب حضراتكم مع لقاء فاروق صلاح ورامي وكابتن النادي الأهلي كابتن رامي ربيعة، وإن شاء الله أشوف حضراتكم بكرة على خير. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد إمارة عجمان ومعسكر إعداد فريق النادي الأهلي. أمور كتير وتفاصيل كتير جدا نتكلم فيها، لكن النجاح دايما بيجي من أوضة اللبس. يعني أوضة اللبس في النادي الأهلي ودورها الكبير على مدار تاريخ النادي الأهلي بتكون هي كلمة السر. يعني معانا في هذه الأثناء واحد من كباتن النادي الأهلي، القتال، الجدية، الروح العالية جدا، كابتن رامي ربيعة، يعني الكباتن النادي الأهلي أوضة اللبس. كابتن رامي برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، ودايما بنقول جوه النادي الأهلي في ثوابت، إن النجاح بيجي من أوضة اللبس في النادي الأهلي. رامي ربيعة واحد من كباتن النادي الأهلي، خليني أبارك لك على المجهودات الكبيرة اللي مبذولة سواء من رامي سواء من الكابتن محمد الشناوي من كافة لاعبي النادي الأهلي، لأن النجاح ما بيجيش من فراغ. حبيبي يا روى والله انت معانا دايما في كل السفريات، وشايف المجهود اللي بيتعمل مش مننا بس، اللعيبه كلها بصراحه والتضحيات اللي بيعملوها. يعني الموضوع بيبقى الناس شايفاه من بره سهل، بس الموضوع صعب كتركيز، وكانك تخرج من بطوله تخش في بطوله تانية بنفس الحافز وبنفس الاراده وبنفس القوه اللي انت فيها. وبرده لما بيحصل اخفاقات في معظم الماتشات بتبقى حاول ان انت عايز ترجع كمان وتلم الفرقه اكتر، لان الموضوع بيبقى في الاخفاقات بيبقى في حاله نفسيه وحشه، في تخاذل، في حاجات كده، فانت بتحاول تفوق نفسك وبتحاول ترجع نفسك من اللي انت فيه، فالموضوع بيبقى صعب يعني. بس الحمد لله النادي الاهلي عنده زي ما انت قلت عنده ثوابت وعنده نظام ماشيين عليه وعنده قواعد ماشيين عليها اللعيبه، فدي بتخليه الموضوع بيبقى سهل. لو انت ما بيحصل فيه مشاكل بتقدر تقوم نفسك وتفوق نفسك تاني يعني. كابتن رامي، في مشهد انا شفته قبل ما نسجل بلحظات، وسام ابو علي ده اللي لسه بقاله كام يوم في النادي الاهلي، هزار مع رامي ربيعه دخل في الاجواء، مشهد بربطه مع علي معلول اللي بقاله كام سنه تحس انه موليد في النادي الاهلي، وسام ابو علي اللي لسه قادم على النادي الاهلي. الامور دي اكيد انت اوضه اللبس ودورك كواحد من كباتن النادي الاهلي سهلته عليهم حاجات كتير جدا داخل النادي الاهلي. ده اللي انت بتبقى عايزه، انك انت اي لعيب بيجي جديد ما فيش حاجه اسمها جديد، وانت عايز تدخله في الفرقه عشان يفيدك انت. بالعكس، انت لما تفوق وسام ويحس ان احنا اسره مع بعض واحنا اخوات وبنضحك وبنهزر ونقعد نرخم على بعض في التمرين ونقعد نشوف ايه مميزات بعض، نشوف نحب بتحب ايه وانا احب ايه، نقعد نتكلم لو محتاجني في حاجه مثلا في ايجار بيت ايجار الحاجات دي، لان طبيعي هو مش جديد عن الموضوع فبيبقى عايز يسال اماكن حلوه عايز يروحها، فانت طبيعي تتعامل بره الكوره بطريقه ان انت صاحب. فبصراحه الجروب اللي موجود او اللعيبه اللي موجوده كلها هم بيساعدوا بعض، ما بيحاولش حد يبقى شايف نفسه على التاني، لا بالعكس احنا بنحاول نفوق بعض. والله العظيم يا اكرم، فالموضوع بيبقى لذيذ. ان موضوع التنشانه ده ما يعني مش معانا يعني، كلنا زي ما قلت لك احنا اخوات يعني، فهستفيد ايه مثلا لو انا عملته وحش؟ ما يجي في التمرين متنشن، ممكن يبقى في ما بيننا مشاكل، ممكن نتخانق، ممكن يحصل حاجه، طب وليه وجع الدماغ؟ ما احنا بالعكس احنا بنقرب من بعض عشان الموضوع يبقى لذيذ بعد كده، والموضوع برده يبقى بيفيدني في الملعب بعد كده لما اقول له على حاجه يفهم ان انا خايف عليه وعايز مصلحته. فدي بس وجهه نظري يعني في الموضوع. على مدار تاريخ النادي الاهلي في اجيال تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي حفرت اسمها في تاريخ النادي الاهلي، جيلكم واحد من اهم الاجيال في تاريخ النادي الاهلي على مستوى البطولات على مستوى الالقاب، بيشيلكم مسؤوليه كبيره جدا، خاصه ان معاكم عدد كبير جدا من اللعيبه الناشئين، شايفك في المطار قاعد بتديهم نصايح، اعتقد انتوا صنعتم حاله في تاريخ النادي الاهلي. بصراحه يعني النادي الاهلي هو اللي بياخد البطوله، مش ما فيش جيل بياخد حاجه يعني، انت النادي الاهلي ده اللي اتعودنا عليه من صغرنا. انا بقالي من وانا 8 سنين وانا في النادي الاهلي، وانا عندي 8 سنين. عايز اقف عند الكلمه اللي انت قلتها، لان كلمه ما تعديش من فراغ، ان النادي الاهلي هو اللي بياخد كل حاجه. لان بلاقي ناس كتير يقول لك انا خدت كام بطوله، او لا مالهاش علاقه بخدت كام بطوله، انت بتلعب عشان النادي الاهلي، انت ما بتلعبش عشان خاطر نفسك، لو بتلعب عشان خاطر نفسك الموضوع هيبقى تاخد بطوله او اتنين وتبقى عايز تمشي، انما في لعيبه مكمله وفي لعيبه بتبدا في النادي الاهلي وبتفنش في النادي الاهلي، فالموضوع بالنسبه لك انت في سيستم وفي حاجه انت مبسوط بيها وفي نظام حلو، فانت مبسوط بالشغل.
لان انت لو بتشتغل مثلا سي مثلا بتشتغل في شركه مش مبسوط من الشركه اللي انت فيها اكيد هتبقى بتدور على حته تانية عايز تمشي فيها منها او تروح لمكان جديد بس انت مبسوط في المكان فانت بتعمل حاجه عشان خاطر المكان وينجح عشان كده بقول لك مفيش حاجه اسمها جيل قديم وجيل جديد انت كل الاجيال بيجتمعوا ان انت عايز ترفع النادي الاهلي ان هو يبقى زي ما انت بتاخد احسن نادي او بتاخد اكتر نادي واخد بطولات الحاجات دي كلها القاب للنادي الاهلي ما بتقولش ده جيل قديم او جيل جديد كلنا بنكمل بعض السنه اللي فاتت 5 بطولات السنه دي نقدر نقول في البدايه كان في اخفاق لكن قدرنا سريعا نرجع بتاخد السوبر بتاخد ثالث العالم لسه جمهور النادي الاهلي عايز افريقيا عايز الدوري الحوافز دي والدوافع دي بتتعاملوا معاها ازاي يا كابتن رامي زي ما قلت لك الموضوع صعب مش سهل الدوافع لازم تتجدد دايما باستمرار لان لو ما اتجددتش هيبقى في روتين في الشغل او في روتين في التعامل ما بيننا وما بين بعضينا ده بيعتمد بقى زي ما انت شايف في معسكر مثلا بنحاول نطلع نفسنا من التنشنه بنحاول نضحك بنحاول نهزر بنحاول نعمل حاجه جديده والاخفاقات اللي حصلت في بدايه الموسم ده طبيعي يعني الناس ممكن ما تتقبلش ده بس يعني انت عندك في انديه كبيره ما بتقعد بالسنين واقعه ما بتعرفش تفوق غير بعد فتره فانت ده اللي بقولك عليه ان في سيستم في الاهلي وفي نظام في الاهلي ماشيين عليه انك لو وقعت ما بتاخدش وقت بس الناس ما بتتقبلش الوقعه دي بس انا بتبقى ساعات صحيه مش 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 مضره للفرقه ان هي تفوقك بتحاول ترجع تاني للمسار ان انت حسيت بفرق التعامل مثلا لو انت بتكسب 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 فلما بتحصل اخفاقات شويه بتحاول ترجعك على مسارك او على الطريق اللي انت كنت ماشي فيه صح في الاول فانا شايف ان دي بتبقى حاجه صحيه مش حاجه مضره لان انت ما بتاخدش وقت في الوقوع يعني فربنا يكرم ان شاء الله الموسم ده ونكمل لسه في البطولات الثانيه رامي ربيعه احنا بنشوف في التدريبات بنشوف في الماتشات جديه اصرار حماس ما بيقصرش في وقت من الاوقات مهما غاب رامي بيرجع باصراره وبحماسه لكن في حاله مختلفه مع مستر كولر في ثقه ما بين رامي ربيعه ومستر كولر شايفينها انعكست خلال الفتره الماضيه اصل لعيب الكوره مالوش حاجه في ايده غير ان هو يلعب ويتمرن ويشتغل على نفسه كويس ويركز يعني من الاخر اللي هيهتم بكلام الناس بره هيخسر كتير قوي قوي الناس ما قاعده على في البيت ولا قاعده على الموبايل ولا قاعده على اي حاجه فبيقعد يتكلم ويقول كلام مالوش لازمه خالص انا لو ركزت بره او ركزت مع الناس او ركزت ده بيقول ايه او في استوديو تحليل او هنا او هنا او هنا كلهم ناس محترمه وكلهم ناس على راسي بس لو ركزت انا عملت ايه النهارده مش هبقى فايق لنفسي انا في مدرب هو اللي بيقيمني في مدرب هو اللي شايفني وحش او حلو في مدرب شايف ان انا غلطت او ما غلطتش هو اللي هيلاعب وهو اللي هيقعد وهو اللي هيديني الثقه وهو اللي فانا لو ركزت بره في كلام الناس ولا كومنتات ولا يعني مش هستفيد حاجه ولا هيفوقني ولا هيوقعني هبقى قاعد عمال افكر في كلامه وخلاص انما انا اكتر واحد ولا في دماغي بارد في الحته دي جدا ما بيفرقش معايا هتشتمني هتلاقيني بقرا حاجه وهتلاقيني بضحك هتلاقيني باخدها بضحك ده انت جبت البتاع ده منين؟ اكرم هيبقى مشروع مراسل فبالنسبه لي انا مش فريق لي خالص الراجل لو احتاجني في اي وقت هتلاقيني موجود اي لعيب كده ده تفكيرنا في النادي الاهلي عشان كده بقول لك في سيستم في الاهلي ماشي عليه مهما تقع بتقوم بسرعه لان اللعيب مش فريق له انا العب ما العبش المهم احنا ناخد بطوله البطوله دي ما بتتكتبش باسم واحد بس بتتكتب باسم مجموعه رامي ربيعه في الاهلي من 8 او 9 سنين لا دخلت النادي الاهلي من وانت عندك 8 9 سنين مرت معاك كواليس واحداث كتير مجموعه الاشبال والناشئين الموجودين معانا في المعسكر اكيد بتسترجع ايام وذكريات كتير جدا عشتها من يعني من سنين مع النادي الاهلي بس حظوظ الناشئين دلوقتي اكتر مننا زمان انا فاكر ان اكرم مش عارفين نعمل الانترفيو بقى خلينا نعمله ايه ماشي لا 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 ما تمشي هتسيبنيش ماشي الفكره كلها في ان دلوقتي حظوظهم حلوه في ان انت بقى عندك كل فتره بيبقى في توقف بيطلع عدد كبير قوي من الناشئين زمان انا فاكر لما كنت طلعت يعني اول ما طلعت كان عندي 16 سنه او 15 سنه كنت طالع مع كابتن زيزو قعدت لعبت ماتشين ولا 3 ماتشات جه مانويل جوزيه قلت خلاص انا هنزل احتياطي او هنزل ناشئين تاني يعني المبدا انك تطلع درجه اولى كان صعب جدا لعيب من الناشئين يطلع درجه اولى عشان كده بقول لك هم عندهم فرصه اكتر مننا ان هم بيطلعوا بعدد وبيطلعوا بيتشافوا وبيلعبوا ماتشات فيستغلوا الفرصه دي انما انا مثلا اول ما جه جوزيه قلت ان انا خلاص انا شكرا انا نازل ناشئين معظمنا مش احنا بس كلنا فاتفاجئت ان مكمل معاه فانا بالنسبه لي يعني كانت فرصه حلوه بالنسبه لي ان انا العب يعني واكمل في النادي الاهلي فيرست تيم وانا كنت صغير في السن يعني
في مشهد بقى معتاد للاعيب لجماهير النادي الاهلي يا كابتن رامي، مشهد بقى معتاد وبقى يعني بتقول فال كويس لجماهير النادي الاهلي، تغيير رامي في اخر خمس دقايق بتبقى مرتبطه بالبطوله. شفت الامر ده ازاي؟ خاصه ان هو بقى يعني بقت حاجه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي معتاده، خاصه كانت البدايه طبعا في مباراه القرن، مباراه الاهلي والزمالك. الزمالك لا انا حتى بقيت المدربين بقوا يتفائلوا بيه عامه شكلها، فحتى اللعيبه اول ما يجيبوا جون مثلا يلا رامي انت اللي هتنزل، والراجل لسه المدرب ما بيكونش بيقول لي مثلا سخن او حاجه، لسه ما قاليش حاجه، فبلاقي نفسي بنزل. فهو المهم زي ما قلت لك الحاله حلوه ما بيننا، انا شايفه برضو لو انا انزل اخر ثانيه بقى على الاقل شاركت في البطوله، دي حاجه حلوه وشرف ليا ان انا في النادي الاهلي، فدي حاجه تفرحني ان الراجل بيثق فيا بينزلني في الاخر عشان اقفل الدفاع واقفل نص الملعب مع زمايلي، فدي بتبقى حاجه كويسه يعني. باشا احنا نقعد نلعب دلوقتي مش هنسجل. فانا بالنسبه لي مبسوط ان انا جزء من منظومه كبيره زي النادي الاهلي، فدي حاجه تفرحني وتسعدني، حتى لو قلت لك هنزل ادافع بنزل اموت نفسي عشان خاطر الفرقه، فدي ده المطلوب، ده السيستم اللي احنا عاملينه يعني. رامي انا بشكرك، استمتعت بالحديث معاك، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله ويكون معسكر مردود وخلال الفتره القادمه باذن الله. حبيبي يا روح والله انا شرف ليا والله، ودايما انت معانا، وصلاه الجمعه بتمتعنا بصراحه في بالخطبه الجمعه بصراحه ما شاء الله عليك، فربنا يكرمك ويزيدك يا حبيبي. شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه بتاع قناه النادي الاهلي في كل مكان، كلام من القلب دايما من واحد من كباتن النادي الاهلي رامي ربيعه، اتكلمنا معاه في كل الامور واستفدنا معاه في الحديث في حاجات مهمه جدا. من جديد تعود الكاليبر الزملاء في الاستوديو.